التحالف الثلاثي الآن يعاني من حالة الغرور أو الانتفاخ السياسي اللي سببت لنا هاي الأزمة. يعني أنت وكأنك تريد أن تقول أنه تحالف، أو قلتها صراحة، أنه تحالف الديمقراطي والكردستاني، الديمقراطي الكردستاني والسيادة مع التيار الصدري هو بمثابة جريمة قد حصلت. وبالتالي أنا أسألك، لو أنتم والإطار، أنتم والتيار، كنتم قد تحالفتم من البداية وأصبح حلفاءكم الديمقراطي الكردستاني والسيادة، هل ستقولون أنها جريمة أو أنه خطأ أو أنه هذا فيه لبس أو تجاوز على الأعراف أو حتى على القيم الدستورية؟ شوف أستاذ نجم، أولا خلي ركيزتنا بالكلام هو المواطن العراقي. جنابك أثر السؤال مهم جدا. احنا في كل الاحوال المفروض العمليه السياسيه او عموم الحكومه العراقيه في كل مسمياتها هي جاءت من اجل تسيير امور الدوله وخدمه المواطن. هنا اللي انا اريد اساله، هل يعقل من يقول هذا الموضوع من يثبت قولك هذا انه القوى السياسيه جاءت من خدمه المواطن؟ من يقول هذا؟ وديني على سنن خدم المواطن بها. انا داعش علوم سياسيه، انا ما اتحدث عن العلوم السياسيه، انا احاكي سيد فضل الله. لا لا لا. انا احاكي واقع، أنا مواطن وأنت مواطن. وأنا أدعك على مفهوم العفو. أنا عفو الفهم أستاذ فضل الله، أستاذ فضل الله عفو من الفهم. أنت فوت لي بالغاطس، فوت لي على وضعنا إحنا. المفاهيم الولد ما لهم علاقة بيها. لا مو لازم عندي معيار حتى قارن به ساد نجم. يا أخي أنا لازم عندي معيار حتى أقيس به حالة الخطأ والصحيح. الواقع ايه؟ الواقع هو المعيار. الواقع اللي تحكي عنه بس إذا تسمح لي. الواقع ايه؟ اللي تحكي عنه، الواقع اللي تحكي عنه، المواطن العراقي أولا إذا لام الطبقة السياسية فمن المفترض إنه إذا عندنا خطأ فالخطأ يوزع على الجميع، ما يوزع على جهة معين، الكل يتحمل هذا الخطأ. أنت هذا الخطأ إذا وزعته على الجميع إذا الكل مخطئون. إذا كان الكل مخطئون لماذا يكون البعض الآن ملائكة والبعض شياطين؟ فأما الكل شياطين أجلكم الله وحاش الطبقة السياسية جميعها، وأما الكل ملائكة. وهذه يعني تعتقد أنه من بينكم يوجد ملائكة سيد فضل الله؟ تعتقد هذا؟ طبعا فيكم ملائكة. طبعا أكو بعض الملائكة، نعم موجودين ملائكة، موجودين من أنصف الشعب العراقي بعمل السياسي. خليني أرجع سيد ودليل ذلك سيد فضل الله، ودليل ذلك لو لم يكن هنالك ملائكة ما كان نقدر نحافظ على هذا النظام السياسي لحد الآن. خليني أرجع للدكتور زوبعات وهجمات وزلازل سياسية وأمنية كثيرة جدا. يعني أرجع السيد يحيى، دكتور يحيى، وقبل أن أعود إليه سلامي لك وللملائكة التي عندكم.